الفصائل المسلحة الموالية لإيران بدأت تحشد بشكل مكثف تجاه قواعد التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بشكل عام، مع تزامن وهي متزامنة مع الذكرى الثانية لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس. هذه التفاصيل جاءت من وكالة دير الزور 24 تحديدا، تحدثت بأن هنالك 12 شاحنة محملة، وهي لم يعرفوا حقيقة بأنها ما كانت محملة بالسلاح أو غيرها، ولكن 12 شاحنة بحماية كبيرة جدا من الفصائل المسلحة دخلت، حماية هائلة جدا دخلت إلى دير الزور ووصلت إلى منطقة مهمة جدا في شارع مهم جدا، ألا وهو شارع بوسعيد. توقفت هناك بالقرب من مديرية النقل وتم إفراغها بحماية عالية للغاية، ولم يعرفوا ما موجود في هذه الشحنات، ولكن في العادة هذه الشحنات تكون هي محملة بالسلاح الإيراني الذي يدعم الميليشيات الموالية لإيران عندما تدخل من العراق بهذه الحماية إلى الداخل السوري. والمرصد السوري لحقوق الإنسان أساسا اليوم نشر تفاصيلا مهمة جدا عن أعداد طبيعة التحركات هذه والضربات وغيرها، وكان جزءا منها هي شحنات السلاح التي تدخل من العراق إلى سوريا، وأكدوا بأن هنالك 31 شحنة سلاح مما رصدوه خلال عام 2021 دخلت من العراق إلى الداخل السوري، وأغلبها وجميعها تم تخزينها في الميادين في 3 مناطق موجودة في الميادين، ألا وهي قلعة الرحبي ومنطقة المزارع وآثار الشبلي. بهذه 3 مناطق تم تخزين جميع الأسلحة التي شحنت من العراق إلى الداخل السوري. بالإضافة إلى ذلك بأن هنالك أيضا المرصد جاء بمعلومات أخرى أكد بأن هنالك منظومة رادارية للميليشيات الموالية لإيران تم تنصيبها في منطقة اسمها القورية، وهي تابعة إلى الميادين ونصبت بهذا الاتجاه. وهذه تأتي الأنباء بعد 24 ساعة، يعني تقريبا 48 ساعة من الآن، من عملية ظهور طائرة مسيرة اسمها أبابيل 3 تستطيع من الطيران على مسافة 250 كيلومتر، وهي طارت من الميادين إلى القورية وثم عادت إلى الميادين. وواضح بأننا أمام تجارب لهذه المنظومة الرادارية، وبالعادة عندما تكون هنالك منظومات رادارية يجب أن يكون هنالك بجنبها ومصاحبا لها منظومة دفاع جوية، وعلينا أن لا نستبعد في ظل هذه الشحنات التي تدخل بهذا الشكل المكثف من العراق إلى سوريا بحسب هذه الأرقام والمصادر، علينا أن لا نتفاجأ إذا ما شاهدنا هذا الصاروخ الذي ظهر في طوس خورماتو في محافظة كركوك في شهر أكتوبر، نهاية شهر أكتوبر تقريبا من هذا العام، ألا وهو سام 358. هذا الصاروخ المهم الذي هو يستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني، أرسل للحوثيين في فترة سابقة وظهر فجأة لدينا في العراق، فلذلك ممكن جدا أن يكون هو موجود في الداخل السوري، لأنه يسبب ويشكل تحديا كبيرا إلى الطائرات المسيرة من ضمنها MQ-9 ريبر أو غيرها. صاروخ مهم جدا، وهو صاروخ أرض جو بكل تأكيد. وبالتالي على هذا الأساس نحن نتحدث الآن على مستوى غرب نهر الفرات هنا في المناطق الحمراء التي هي تعتبر مناطق سيطرة النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران، والنقاط والمنطقة الصفراء بسيطرة كما هو واضح الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية. هنا نتحدث الآن يعني في الميادين وفي القورية، نتحدث هنا عن سلاح، نتحدث عن منظومة رادارية، نتحدث عن إمكانية وجود منظومات دفاعية، طائرات مسيرة تطير في الميادين الآن وكذلك في دير الزور. وهنا يجب أن ننتبه بأن هنالك قواعد مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهي قاعدة مثلا كونيكو بهذه النقطة، أو حتى قاعدة الشدادي اللي بها أيضا ولايات قوات من قوات الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك على بعد 8 كيلومتر من هذه النقطة المتمثلة بقاعدة حقل العمر النفطي. وعلى هذا الأساس طبعا هذه تعتبر تحديا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، واضح بأننا قد نكون أمام تجهيزات لاستهداف هذه القواعد، وهم في حالة تأهب كبيرة جدا بالرادارات والمنظومات الدفاعية التي يمتلكونها. الأمر لم يتوقف هنا لا أبدا، بل إن إسرائيل ألما نشرت أيضا اليوم تفاصيلها لمنظومة دفاعية جديدة تم تنصيبها تماما في هذه النقطة التي ترونها هنا في سوريا. هذه الأراضي اللبنانية وهذه هي الأراضي السورية كما تلاحظون، وبالتالي هنا واضح Air Defense Missile Launching Site، أي بما معنى أن هنا عملية منظومة دفاعية في نقطة
اسمها جبعدين موجودة هنا طبعا تقريبا في شمال العاصمة السورية دمشق على مسافة بسيطة للغاية، وبالتالي هنالك سيطرة كبيرة جدا على هذه النقطة من لبنان التي هي تعتبر سيطرة ومناطق سيطرة حزب الله اللبناني ونفوذه اللي هي في البقاع طبعا، وكذلك نقطة أخرى إسرائيل ألما ركزوا عليها ونشروها بتفاصيل واضح جدا بأنها قادمة من معلومات استخبارية بأن الصواريخ التابعة للمنظومات الدفاعية هي موجودة هنا في رأس المعرة أيضا في الداخل السوري. لدينا نقطتين هنا، وبالتالي على هذا الأساس إذا ما ذهبنا إلى هذه الخارطة العامة لكي نلاحظ هذه التفاصيل، يعني نحن نلاحظ الآن بأننا أمام منظومة رادارية هنا في غرب نهر الفرات مع منظومات دفاعية واحتماليات وجودها هنا بشكل كبير للغاية، خاصة وإنها مقابل القواعد الأمريكية. إضافة إلى ذلك بأننا نتحدث بأن العمليات الأولى التي تمت بعد نهاية شهر أكتوبر بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت هنالك بداية للهجمات بهذا الاتجاه بعد الجولان من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، ووجدوا فجأة بأن هنالك منظومات دفاعية بدأت تعمل ضدهم هي لا علاقة لها بنظام بشار الأسد بأي شكل من الأشكال، فعلموا تماما بأن هنالك منظومات رادارية ومنظومات دفاعية مستقلة، وكذلك تحدثنا عن هذه المنظومة الموجودة هنا. فلذلك نلاحظ بأن هنالك وضع كبير جدا للمنظومات الرادارية والمنظومات الدفاعية، وعلينا ألا نستغرب إذا ما كانت هذه المنطقة الوسطى التي هي تأتي بهذا الاتجاه من هذه النقطة، هذه منطقة 55 كيلو، ألا وهي قاعدة التنف التي تم استهدافها بخمسة طائرات مسيرة على هذا الأساس، وهنا خاصة هنا قاعدة التيفور. لذلك يجب أن لا نستغرب قاعدة التيفور واستهدفت في السابق، قد تكون هنالك منظومة رادارية أخرى مع منظومات دفاعية، وحتى وإن كانت رادارية فنلاحظ بأن هنالك شبكة اتصال عالية جدا، وبالتالي الإسرائيليين إذا حاولوا بأي شكل من الأشكال استهداف النظام السوري والمنظومات الدفاعية ممكن جدا لهم إذا ما توجهوا إلى هذه النقاط، ممكن جدا للمنظومات الرادارية التي نتحدث عنها والتي جاءت بهذه التقارير ممكن أن تضبط هذه التحركات إذا كانت من إسرائيل أو حتى من التحالف الدولي. البعض قد يستغرب بأن الوضع في سوريا لا يبدو جيدا بالنسبة للفصائل المسلحة، النظام السوري تقريبا ترك الفصائل المسلحة الموالية لإيران. جواد غفاري واحد من أهم القيادات الموجودة في سوريا طلب بشار الأسد من طهران أن يخرج، وفعلا خرج في نهاية المطاف. الاتفاق الروسي الإسرائيلي كان واضحا جدا بأن الأمور من المفترض أن تنتهي بالنسبة للإيرانيين والفصائل الإيرانية الموجودة في سوريا، ولكن هنا بحسب هذه التقارير نلاحظ بأن هنالك تحشيدا كبيرا، وهذا يأتي لقضية مهمة جدا لا علاقة لها في الأمور السياسية. نعم للأمور السياسية جزء، ولكن الأرقام تتحدث شيئا مختلفا. المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر اليوم هذه التفاصيل كما تحدثنا، تفاصيل كثيرة جدا متعلقة بالضحايا والقتلى لهذه الفصائل بشكل عام إذا كانت من إسرائيل أو من الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما ألقينا نظرة على الأرقام التي جاءت من هذه العمليات خلال عام 2021، كم قتيل من هذه الفصائل الموالية لإيران؟ 99 شخصا من الفصائل قتلوا من قبل إسرائيل، و49 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، و13 في استهدافات أخرى إذا كانت من تنظيم داعش أو أي أطراف أخرى. وعلى هذا الأساس هذه الأرقام لا تبدو كبيرة أبدا ولا يبدو منها شيء أبدا بالنسبة للتحشيدات والتجنيد الذي يعملون عليه والتغيير الديمغرافي. هذه أرقام ليست أرقاما تؤدي إلى عملية انسحاب هذا الطرف أو غيره مهما كانت الاتفاقيات السياسية، تضاف إليها الأمور الأيديولوجية التي يتبعونها. وهنا طبعا تؤكد بأن 31 شحنة وشحنة سلاح دخلت من الداخل العراقي إلى الداخل السوري بشكل مباشر. ولكن الإسرائيليون يوم أمس بحسب التايمز أوف إسرائيل أكدت بأن السياسة التي يتبعونها والاستراتيجية القادمة في عام 2022 ستكون على أساس تطويق الفصائل المسلحة وتطويق إيران في الداخل السوري، وهنالك عملية نفخ وضخ في البجت والميزانية الخاصة لوزارة الدفاع الإسرائيلية متعلقة في المنشآت النووية ومتعلقة أيضا في هذه القضايا وفي هذه المواجهة. وهذا الأمر قد يكون واضحا جدا من ما جرى يوم أمس وفجر يوم أمس على ميناء اللاذقية بهذا الشكل، ضربة كبيرة جدا ظلت حتى الظهر بل حتى العصر، بعض التقارير تتحدث استمرت النيران تتصاعد بهذا الشكل. وبعد ساعات أساسا من هذا الاستهداف وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس
أدلى بتصريح مثير للغاية متعلق بهذه التفاصيل، وواضح بأنه إشارة لهذه الضربة التي تمت. قال الآتي: إسرائيل لن تسمح لإيران بنشر أسلحة تغير قواعد اللعبة إلى وكلائها في المنطقة، وأدعو جميع دول المنطقة إلى وقف مساس إيران بسيادتها ومواطنيها. وهذا طبعا في إشارة واضحة جدا إلى الضربات التي تمت، قد تكون هذه فعلا بحسب هذه الانفجارات وغيرها بأن أسلحة كان من الممكن أن تغير من قواعد اللعبة بشكل كبير. الآن كل الأنظار تتوجه إلى مفاوضات فيينا، ما الذي ممكن أن ينتج منها من اتفاق النووي، وما الذي ممكن أن تؤثر على أساسه على هذه التحركات الإيرانية كأوراق ضغط في مفاوضات فيينا. وبالتالي الآن مفاوضات فيينا، القضية الآن وصلت إلى هذه النقطة التي سأذكرها لكم. الآن بالنسبة للأوروبيين تحديدا فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحدثوا مع إيران وأوصلوا لها رسالة واضحة بأننا أمام 4 أسابيع فقط للاتفاق على هذه الاتفاقية النووية والعودة إليها وإنجاح هذه المفاوضات. بعد هذه 4 أسابيع حتى لو لم نختلف على الكثير من التفاصيل، حتى لو كنا قريبين من العودة إلى الاتفاقية النووية، لن نتمكن من إنجاح هذه القضية بعد الآن، وستنتهي هذه المفاوضات بالفشل. وذلك لأن مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وإنتاج اليورانيوم من هذه النسبة وحتى من نسبة 20% سيمضي عليها الآن 6 أشهر، وهذه طبعا تعتبر بعد 6 أشهر بالنسبة لمخزون اليورانيوم يجب أن يتم استخدامه، واستخدام هذا اليورانيوم المخصب بهذه النسب يدخل في قضايا طبعا القضايا مهمة جدا، ألا وهي القضايا الإنشطارية التي هي تدخل في التسليح النووي. هنا 20% كما تحدثنا بكل تأكيد، وبالتالي القضية هي ليست فقط 90% والوصول إلى القنبلة النووية. لذلك هم بالنسبة لهم يعتقدون بأن 60% الآن هي ليس من المفترض أن تكون لدولة لا تمتلك القنبلة النووية، يجب أن لا تخصب بهذه النسبة نهائيا. والمشكلة من جهة إيران أيضا، تعلم إيران تماما بأن هذه القضية التي يعملون عليها حتى وإن نجحت وعادت مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق، فهو في نهاية المطاف اتفاق سياسي وليست عبارة عن مثل كما نتحدث وكأنها اتفاقية هائلة دولية أو نوع من المبادرة الكبيرة التي تمت بين الدول ووضعت كمعاهدة، كتأكيد للموضوع أنها ليست معاهدة دولية ولم يوافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي ولم توافق عليها الدول بأي مستوى من المستويات. اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي ممكن جدا لأي رئيس أمريكي يأتي من الحزب الجمهوري على سبيل المثال ينسحب من هذه الاتفاقية مباشرة، وإيران تعلم بهذا التفصيل بكل تأكيد. لذلك الأمور فعلا تبدو معقدة للغاية، ولكن الواشنطن تايمز وجدت بأن الأمور منتهية في مفاوضات فيينا على أساس قضية الاتفاقية السياسية وعلى أساس قضية المعاهدة التي تحدثنا عنها، وهذا الذي قالت الواشنطن تايمز. أصبحت مفاوضات فيينا لتوها غطاء للتقدم الإيراني نحو عتبة إنتاج أسلحة نووية، وأن خطاب السيد بايدن القائل أن جميع الخيارات مطروحة هو مجرد كلام فارغ، أي بما معنى بأنه لن يستطيع من فعل شيء بأي شكل من الأشكال إلى إيران.